السلام عليكم. اليوم السمبل هارمونيك موشنز، طبعا السمبل هارمونيك موشنز اللي عادة ما نغمس لها بالاس اتش ام اللي هي دائما نشوفها في حياتنا اليومية بكثرة، وابسط مثال عليها هو بنقول الساعة وحركة الويلز اوف كار او السبلينجز اول موشن تايبس، يعني حركة السبلينج. هذا مثل ما قلنا رمز مالها، ممكن ان تتعرف هذه على انه هي علاقة ترابط الاكسلريشنز والديسبليسمنت الازاحه، يعني اذا وصلت قوه معينه على على شكل معين او نابض معين تم ازاحته الى مسافه، عفوا يتم ازاحه هذه الكتله لازاحه معينه او حيث نقول مسافه انه هي اتجاه فيكتوريوس يتم ازاحته الاكس. وعاده ما تكون هذه الازاحه تكون بنيجاتيف عندما يتحول من حالة التوازن أو النقطة الوسطية أو النقطة الصفر إلى الجهة اليسار مثلاً right أو إلى جهة اليسار left، فتكون minus أو negative sign في الإشارة اللي تشير على اتجاه القوة واتجاه الحركة بالاتجاه السالب والاتجاه الموجب والاتجاه اللي right من نقطة التوازن نقطة الصفر. وممكن لو هناك صورة أخرى linear symbol harmonic motions اللي ممكن أنه تتعرف على أنه حركة دورية لجسم معين تسلط عليه قوة معينة إزاحته من موقع التوازن في أحد الاتجاهين. ولا تعتبر، طبعا تعتبر كل الحركات في الحركة symbol harmonic motions هي periodic motions، يعني حركات دورية، حركات دورية اللي مستخدمة طبيعة، يعني مو قاعدة انه تكون بحيث جميع هي symbol harmonic motions، وانما بعضها او صورة ممكن صورة من صورة. اهم المواد الرئيسية اللي تعتمد عليها symbol harmonic motions هي amplitudes اللي هي the maximum displacement of the effects of equilibrium positions، ما معنى انه السعة الموجية اقصى سعة موجية لهذه الاشكال او الاجسام، العفو اللي تعطي هذه الاشكال الموجية او يمكن تمثيلها بشكل موجي. وكذلك على البريد اللي هي الفترة الزمنية للطاقة تحقق الموجة، والفريكونسي مثل ما نعرف هو التردد يقاس عادة في الهرتز، والفيسز اللي هي الأطوار الموجية ممكن تتحول من طور شورت تكون إلى طور مور وايد، يعني قصير ممكن أنه متوسط أو بعيد. ومثل ما قلنا أنه الهرمونيك موشنز لا تعتمد على عادة على أو الطاقة المتوفرة في موجات موت كله، وإنما هذه تعطي فقط الشكل الفيزيائي لها. البريودك موشنز هنا اللي نعرفه من البريودك موشنز هو من خلال هذا الجراف اللي هي الحركة الدورية والتناسقية في الطبيعة. طبعا أو الكونسبت الرئيسي لها اللي هي أو المبدأ الأساسي فيها إنه كان بي كونستركت فروم، ممكن تتشكل من سمبل موشنز ممكن، أو على مثال عليها إنه البندول، ممكن تكون إلاستيسيتي أو دم أوسيليترز اللي هي الحركات الذبذبة، وكذلك ممكن تكون أشياء فيزيكال مثل يونغ مودلز، يونغ مودلز أو ستاندينغ ويفز، يعني الموجات القياسية في الطبيعة واللي تعطي موجات قياسية، الأشكال اللي موجودة في الطبيعة يمكن تأثير على شكل موجات قياسية. الشيء الثاني اللي هو السمبل هرمونيك موشنز فريكوانسي، التردد. عادة ما تعتمد قياس التردد على simple harmonic motions من خلال أو تعتمد في عملية اشتقاق المعادلات الرئيسية simple harmonic motions خلال قانون هوك. وقانون هوك يعتمد باعتماد كلي على ثابت هوك اللي هو K، اللي عادة يكون طبعاً بإشارة ماينس حتى يوضح أنه هو متجه تحول من حالة الاتزان مثل ما شوف النابض إلى حالة السحة القوة F، عندما صارت قوة أكبر يكون النابض يحتاج راح يقطع مزاع إزاحة أكبر واللي هي الأكسل الإزاحة. فهذا الكي اللي هو السبرينجز أو أحيانا يسمى ثابت السبرينجز اللي يعتمد على المتلز أو المادة المصنعة منها النابض، أو يسمى أحيانا للعالم الإشقاق النظري أو الثيريز اللي هو. وهنا نطبق من خلال هذا الموجة أو الوصف الموجي نستنتج قانون رئيسي للحسابات الموجية أو الانجولر frequency اللي هي تعطينا السرعة الزاوية للحركة الموجية.
واللي تعتمد عادة على الفريكوانسي العفو على الكي وعلى الماس. الكي اللي هي سبرنج أو سبرنج كونستانت اللي هو عادة ثابت النابض أو ثابت هوك، والأم اللي هي الماس القاس بكل جرام عادة. وهنا الاشتقاق النهائي بالاعتماد على قانون هوك وتسلسل هذا الاشتقاق اللي يبدأ من الأكس أي ساين دبليو تي ماينس باي بلس بيتا وهكذا حسب ما مطلوب في الشكل. واشتقوا بسهولة ونوصل إلى بالنهاية إلى هذا القانون النهائي اللي هو أوميجا جذر أوفر أم. الحالة الثانية اللي هي الماس أون سيبرنس أو الموشنز أو سيكونسز أون سيبرنس. طبعا لا يمكن تمثيل السيبرنج على أنه على شكل موجي، على شكل حركة موجية مثل ما بالشكل التالي. يعني من تسلط عليه يوصل إلى آخر نقطة اللي يسمى نقطة الفضوء له اللي بعدها حتى لا يشوه النابض أو لا يعود إلى وضعه الطبيعي اللي هي الماكسيمم. الماكسيمم هذه النقطة اللي هي هذه النقطة الماكسيمم، وهذه هي النقطة المينيمم يعني يرجع على وضع الوضع اللي كومبرشن نسميه وضع الضغط، وهذا وضع التنشن. ومثل السيمبل هرمون موشنز كويشنز من خلال وهذه الاستنتاجات المعادلة يتطبق على من خلالها نجد انه الفيلوسيتي تساوي في هذه المعادلة الاكسلريشن اللي وصلت على النابض مثل ما شفنا في هذه المعادلة الأخيرة اللي هي ما تصبح في تربيع الواي. الموضوع الثالث وهو المهم اللي عملية الترابط بين الانيرجي الطاقة وال نستنتجها من خلال حركة النابض حركات simple harmonic motions. عادة ما أنه الوصف يكون الطاقة هي الطاقة الحركية، الطاقة الطاقة الكاملة تساوي plus الطاقة الكاملة، والنتيجة هي النهائية من أثناء وصل إلى هذا القانون اللي هي كذلك يوضع فيه ثابت هوك وساعة الموجية. Energy and mass on severance اللي هذا تطبيق عليه examples نفسه اللي شرحنا قبل شوية بالنسبة لهذا المعادلة اللي هي عادة الطاقة اللي تساوي ما تعلمنا الطاقة الحركية زائد الطاقة الكامنة. نروح نأخذ examples والexamples مثل عشوك موجات، وكل نقطة موجية راح نشوف إنه مثلا النقطة الصفرية يكون بها ال كينتك انرجي تكون بها مثلا 2 جول، بينما البوتنشال انرجي زيرو. هنا تكون بالماكسيمم، بالعكس البوتنشال انرجي هي 2 جولز والكينتك تساوي لنا زيرو من نجمعهم، يعني راح تطلع هنا تصفر الكينتك انرجي. بينما في هذه النقاط ممكن هنا تكون في نسبة معينة حسب المعادلة على نسبة معينة للكينتك انرجي، وممكن للبوتنشال انرجي مثلا ممكن تكون في هذه النقطة الكينتك انرجي تساوي لنا افترضنا الكينتك انرجي تساوي لنا هنا واحد والبوتنشال انرجي تساوي ايضا واحد في هذه النقطة اللي خلينا نسميها. بينما هنا في المينيموم راح ترجع مرة ثانية الكينتك انرجي مثل ما بدأت هي زيرو، وبعدين وهكذا حسب توافق مع الزمن. فهنا احنا نجلكتنج او نجلكتبل فور فراكشنز حتى نوجد يعني اهمال للاحتكاك الطبيعي في حركة السبرنج، وحتى نجد بالنهاية الطاقة الحركية أو الطاقة الميكانيكية الكلية الناتجة عن الطاقة الحركية أو الكامنة أو كليهما. اللي أصغائكم